في الواقع الإعلاميين والقنوات والإذاعات والمؤسسات الإعلامية التابعة للاتحاد ولله الحمد الآن منتشرة في كل العراق، من الفاو إلى كربلاء وإلى مدينة النجف وما إلى ذلك. تقريبا 22 سيارة أسنجي الآن منتشرة في كل مسير الحركة، وهذا هو عمل جبار بالنسبة للقنوات العراقية التابعة للاتحاد. أما أنه الدول العربية والإسلامية لم يدخل منها في هذه السنة لمساعدتنا في قضية تغطية هذه الزيارة، وللأسف لم يصدروا التصاريح من وقت، وإنما مع كل الأسف البارحة فقط تم التصريح، والكل يعرف أن قضية الخدمات الإعلامية والفنية للفنيين من الدول الإسلامية والعربية لابد أن تدخل قبل 15 يوم من الزيارة حتى ينتشروا ويساعدون القنوات العراقية والإذاعات العراقية والفرق الفنية التابعة للاتحاد. مع الأسف لم يدخلوا. البارحة بعد قضاء أكثر من 10 أيام أعطوا مجموعة من الإخوة حتى يدخلون، ولكن مع كل الأسف ليس فيها أي فائدة. طبعا الفيدات اللي الآن معطى، الفيدات الآن المعطى هي عشرات الفيدات المعطى لكل القنوات، هي معطى كذلك إلى كل القنوات العربية والإسلامية. طبعا احنا كل القنوات الآن تأخذ من سياراتنا الأسنجي عشرات الفيدات، وكذلك من الاستوديوهات تأخذ الصورة القنوات العربية الإسلامية لنقل الصورة، لأن هذه السنة احنا صرنا عراقيين ولا يوجد أحد لمساعدتنا، لذلك تحملنا العبء الكبير لنقل الصورة إن شاء الله من هذه الإعجاز العراقي في زيارة الأربعين للعالم الإسلامي.